مشاهد الكرام، مرحبا بكم في لقاء خاص سنستضيف فيه البرلماني حنان رحب عن حزب الاتحاد الاشتراكي. سنناقش في هذا اللقاء مجموعة من القضايا التي تتعلق بالحياة البرلمانية وأيضا بالحياة الخاصة لحنان رحب. مرحبا بك حنان. مرحبا، شكرا على الاستضافة في موقع أنفاس بريس. كسؤال أول البرلماني حنان رحب، الملاحظ أنه في الولاية الشرعية الحالية بدينا تنسمعوا شي كلام، يعني ولا الوزراء وايضا بعض البرلمانيين يستنجدون بكلام غير لائق في قبه البرلمان، اشنو هو الراي ديالك؟ انا سنعتقد على انه البرلمان خصو يترجم القضايا الحقيقيه اللي تيبغيو يسمعوها المغاربه واللي هي قريبه من المغاربه، ويكون صوت معبر على طموحات المغاربه ورغباتهم وارادتهم في التغيير. بعض استعمال بعض المصطلحات ولا بعض التعابير اللي غير يمكن نقولوا عليها بانها ماشي مناسبه داخل القبه، يمكن تكون زله لسان. انا افضل ان ادخلها في زله اللسان، وزله اللسان تلتمس العذر الانسان اذا ما استعملها في السياق ديال انها زله لسان، وليس الى استعملها ونضر لها على اساس بانها واحد النظريه اللي ممكن يشتغلوا عليها وكذا. المهم انا بالنسبه لي تنعتبر على ان الامر يدخل في باب زله اللسان. لكن زله اللسان مستمرة على 3-5 سنوات؟ لا، غير باش نكونوا واضحين، طريقة ديال الكلام داخل المجلس داخل البرلمان تغيرات منذ 2011 الآن. مجموعة من الناس بداو تيستعملوا لواحد الطريقة في الكلام وفي الأسلوب التعامل وفي ردود الفعل اللي بالنسبة لي أنا غير لائقة. مثلا في اللحظة اللي كانت قال بوي واحد المصطلح كان قالوا السيد رئيس الحكومة السابق في مواجهة واحد البرلماني تيقول لها كبر من ديالك. المهم واحد المصطلحات انا بالنسبة لي تنعتبرها غير سليمة وغير لائقة وماشي سليم ماشي ما كان هو البرلمان، ولكن تيبقى على انها الا ما كانتش ممنهجة ولا ما كانتش مكررة ولا ما تقالتش حمل مرة وما تعاودتش حمل مرة فهي تدخل في باب زلة اللسان اللي يمكن لينا نتغاضوا عليها وما تصبحش جزء من الممارسه اليوميه ولا الفعل اليومي او لا تكون هي داخله في الخطاب اليومي السياسي داخل قبه البرلمان. في الاسبوع الاخير يعني في الجلسه البرلمانيه المتخصصه لمناقشه تصفيه صندوق تاع المعاشات البرلمانيين اثارت كلام السيد الازامي واحد زوبعه من النقاش سواء داخل مواقع التواصل الاجتماعي او ايضا الميديا بصفه عامه، كيفاش الرد ديالك؟ انا بالنسبه لي سنعتبر على ان الكلام الازامي بوحده ماشي يعني ما تبعتوش النقاش اللي كان داخل مجلس النواب. ماشي كانت هناك احزاب فرق اخرى اللي قالت بعض التفسيرات وبعض الخطابات لارجاء النقاش قوى، فهمتي؟ قوى. انا تنعتبر على انه النقاش اللي كان داخل مجلس النواب نهار الثلاثاء اللي فات خصو نسمعوا له كاملين مزيان. علاش؟ اولا اتهام الفيسبوك بالشعبوية أنا أرفضه، هذه الأولانية. ثانيا اتهام كاع المغاربة اللي كاينين في مواقع التواصل الاجتماعي بالشعبوية، وبالشعبوية مفهومها القدحي، علما بأنه إلا كتنعبر على مطالب الشعب وتنتصنت لها وتنتجاوب معها راه هذا جزء من العمل ومن الصميم الخدمة اللي خصني ندير كسياسي وسياسية وكبرلماني وبرلمانية. بمعنى ذاك المصطلح ديال الشعبوية تكرر في مجموعة من المداخلات، ماشي مداخلة واحدة، تكرر في مجموعة ديال المداخلات للأمانة وتكرر بأسلوب قدحي. ماشي وقت هاد النقاش الشعبوي، ماشي ضرورة نديروه دابا، واش حنايا غادي نبقاو نتسنطوا لهاد الناس اللي كاينين في الفيسبوك الآن؟ هادشي تكرر. أنا تنقول على أنه ما يمكنش تستعمل الفيسبوك باش تقول أنا ها أشنو تندير في الخدمة ديالي كبرلماني وكسياسي، وفي نفس الوقت نسب نفس الفيسبوك اللي تيقول لي بانه ها شنو خصو يدار، ها المقترحات ديالي، ها شنو خصو ندير، شنو خصو ندير، شنو ندير. بمعنى انه هاد السياسي وهاد السياسيه اللي تيتعاملوا بهذا التناقض مع الفيسبوك تيستغلوه باش يديروا البروباغندا ويديروا التواصل ديالهم، يعبروا شنو تيديروا وينشروا الانشطه ديالتهم، وفي نفس الوقت يرفضوا انهم يتصنتوا له الى طالب هاد الفيسبوكيين والفيسبوكيات ولا في وسائل التواصل طالبنا باننا نحيدوا معاشات الوزراء ونحيدوا معاشات ديال البرلمانيين ونديروا عريضه ديال عريضه الحياه، وطالبنا باننا نحيدوا القانون 22-20، وطالبنا على اننا مثلا نديروا التعليم حضوري ولا التعليم عن بعد. بمعنى انه كاين واحد البارادوكس، تتستغلني باش دير تبيض الوجه ديالك ودير المكياج العمل ديالك السياسي والبرلماني وهذا، وفي نفس الوقت ندير لك جام وجادور ونعلق لك وهذا، وفي نفس الوقت تترفض على انني انا
كواحد موجود في وسائل التواصل الاجتماعي كيف ما كانت في الفيسبوك في الواتساب في تويتر في كل شيء انني نعبر على رايي وانني نحاول نغير السياسه العموميه من خلال التعبير على رايي في الفيسبوك. بمعنى انه كاين واحد البارادوكس، كاين واحد العداء، عداء عداوه تجاه هاد مواقع التواصل الاجتماعي وتجاه الاعلام كامل. بمعنى دي عداوه اللي خصها تزول، خصنا نتعاملوا بتلقائيه مع مختلف التعابير اللي تعبروا عليها المغاربه واللي تتكون اما بمواقع التواصل الاجتماعي واما بتعبيرات اخرى، وخصنا نتعاملوا معها بانصات. شوف انا نكون واضحه معك، من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي واللي تعيش اليوم في المغرب ديال دابا خصو يدرك مزيان على انه منذ يعني 2011 ولا قبل منها الى الان راه ما يمكن ليناش نعتبروا وسائل التواصل الاجتماعي ولحظات ديال المتعه وديال المكياج وديال الصور الجميله وديال انني لا راه كاين سياسات عموميه تتسن وتتغير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. القانون 22 تقبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم النقاش حول معاشات البرلمانيين والبرلمانيات راه تبدا ماشي دابا، راه بدا اكثر من 5 سنين هذه، وراه تقبر بمواقع التواصل الاجتماعي. بمعنى اننا نعتو الناس بالشعبويه، وهذا نعت قدحي، هذا نعت قادح يحمل حموله السب والقذف، هذه غلط ما خصهاش تكون نهائيا. واخا حنا التدخل ديالك في البرلمان يعني مباشره مع على كلام تاع السي الازامي، واش كان تنسيق مع الحزب ولا غير رده الفعل ديالك؟ دابا غير باش نكونوا حنا واضحين، سياق النقاش داخل داك النهار، اولا تدخلوا رؤساء الفرق كاملين، ممثلي رؤساء الفرق كاملين. الاصل في النقاش هو اننا حنا كنواب داخل لجنه الماليه من حقنا نعبروا على راينا حول هذا الموضوع. كنا على شفا حفره باننا لا نعبر على راينا، صافي راه عبروا رؤساء الفرق والنواب وسالينا. انا قلت لا، انا من حقي نعبر على رايي. انا ما اثرني في ذاك النقاش ذاك الصباح هو انه وليت يجي يناقش شنو تيقول لك. تيهضر تيتهم الفيسبوك بالشعبويه، تيقول بانه هذا النقاش ماشي وقته، وتيقول على انه عندنا حالات ديال نائبات ونواب اللي محتاجين التغطيه الصحيه والتقاعد وكذا وكذا وخصنا نتضامنوا معاهم. وليت يقول لك بانه هاد الجهات الماليه ما تتناقش والو، جات اليوم ما تتناقش مع يعني المعاش ديال البرلمانيين. اولا من حقي انا كنائبه نتكلم، ما يمكنش يصادر لي حقي شي حد اخر لانه هو رئيس الفريق ديالي او لا لان رؤساء الفرق دول، لان الاجتماع هو الاجتماع الجهات الماليه والتنميه الاقتصاديه. الموقف الاصلي ديال الحزب هو انه التصفيه النهائيه لذلك الصندوق والغاء صندوق المعاشات ديال البرلمان والبرلمانيات والغائه، هذاك هو الموقف الرسمي. وعبرت عليه بطريقه اللي تنشوفها انها صحيحه، والطريقه بالنسبه لي الصحيحه والاساسيه والمهمه هو ان المغاربه كلهم بحال بحال، ليس هناك فرق بين مغربي عامل موظف مستخدم وعاطل وبين مغربي رئيس مؤسسه كبيره عموميه برلماني وزير عنده مكانه كبيره في هذه البلاد سياسيه ولا اقتصاديه. انا بالنسبه لي الاصل هو المغاربه كاملين تكون عندهم تغطيه صحيه، المغاربه كاملين يكون عندهم تقاعد. لان شنو تنعيش تنعانيو حنا باش تنعانيو؟ تنعانيو ان كاين مغربي بسيط تيمشي للسبيطار ما تلقاش باش يداوى، ولكن كاين مغربي اللي عنده التغطيه الصحيه مزيانه وعنده مداخل مزيانه وعنده كذا تيقدر يتداوى في اي مكان وتيخلص وكل شيء. علاش هذا الفرق؟ هذه غير الصحه. بمعنى احنا الصحه خصنا نكون عندنا فيها نفس الحق، عندنا الحق في التطبيب والتغطيه الصحيه خصها تكون متساويه. في التقاعد تنجي تنقول بانه هذا البرلماني ادى خدمات جليله للمغرب وساهم في التطوير التشريعي في المغرب وساهم في السياسه وكذا، مزيان على راسي وعينيا كلشي هذا الشيء مزيان، ولكن راه البرلمان ماشي خدمه، البرلمان راه مهمه تمثيليه تتسالي في الوقيته تيسالي العمل ديالنا 5 سنين تتسالي. وهذا الشيء وفاش كنتي فاش ترشحتي باش تكون برلماني ما ترشحتيش باش يكون عندك التقاعد ولا باش تكون عندك التغطيه الصحيه، ترشحتي باش تنفذ البرنامج ديال الحزب ديالك، باش تعبر على صوت المغاربه، باش دير التشريع الجيد ودير المراقبه ديال السياسات العموميه جيده، ماشي باش يكون عندك تقاعد من بعد البرلمان. غير بغيت نقول لك راه آلاف المغاربه ما عندهم حتى تقاعد، وآلاف المغاربه ما عندهم حتى تغطيه صحيه، وهذا الشيء راه كيف ما قلت راه تم الاقرار به من اعلى سلطه بالبلاد هي الملك محمد السادس، قال ودار في البرنامج في الخطاب ديالو الاخير ان خاص التغطيه الصحيه تعم وخاص المغاربه يكون عندهم التقاعد. ايوا راه ما يمكنش لانك انت وزير او لا رئيس حكومه او لا برلماني سابق يكون عندك تقاعد
لانك انت دوزتي المغاربه تقوا فيك وعطاوك المسؤوليه وحملوك المسؤوليه وصوتوا عليك وغادي تبقى عندك واحد التقاعد نتيجه واحد التصويت اللي صوتوا عليك في المغاربه سابقا. انا تنعتقد بان هذا الشيء غير ديمقراطي وهذا الشيء غير عادل وان العداله الحقيقيه تتكمن بانه كاع المغاربه يكون عندهم تقاعد وكاع المغاربه تكون عندهم تغطيه صحيه. الموضوع تاع المعاش البرلماني مطار منذ سنوات، ولكن علاش في هذه الظرفيه بدات اللي هي سنه انتخابيه يعني تعاود تجبد وتقرر يعني تصفيه هذا الصندوق هذا؟ واش ماشي عندها علاقه بتحسين صوره تاع الاحزاب اللي كاينه في الاغلبيه؟ يمكن الا بغيتي تقول هذا الا انا بالنسبه لي تنرفض هذه القراءه اللي درتيها الزميل ديالي، تنرفضها رفضا قاطعا. انا تنعتبر على انه النقاش حول هذا الموضوع تاخر بزاف، وان قد ما تاخر اكثر من هكا قد ما تنعرفوش شكون اللي غيجي مستقبلا، يقدر هو يقول لك المعاشات تبقى اولا يلعبوا على الزمن، خلي الوقت يجيب وقته. انا بالنسبه لي الموضوع هذا وقته خصو يحيد النقاش في وقته، وما كاينش اي نقاش اصلاحي يعني وقت ما جا هو هذاك وقته. وهذا النقاش ديال المعاشات البرلمانيين والبرلمانيات راه مطروح هذه 5 سنوات، وكان تعرضوا لمقترح القانون وتاجل اليوم تم البرنامج ديالو بشكل عادي باش يتناقش. الا كان شي حد نيتو يدير مكتسب سياسي من مورا ولا انتخابي هذيك نيتو، انما الاعمال بالنيات كما يقال. ولكن بالنسبه لينا حنا، انا بالنسبه لي شخصيا نقاش هذاك التقاعد، هذه التصفيه ديال صندوق التقاعد ديال البرلمانيين والبرلمانيات، نقاش تترجم ما يريده المغاربه والمغربيات، وتترجم النقاش اللي تنعيشوه كاملين كمغاربه ومغربيات. راه المغرب ديال بعد كورونا ماشي هو المغرب ديال قبل كورونا، راه ما يمكنناش نستمروا في التسويف وفي اننا بلاتي خليو كم حاجه تركناها قضيناها بتركها وبشويه علينا وماشي دابا وما نعبروش على راينا ونصبروا شويه. لا راه ما يمكنش، راه نهار اللي الدولة اختارت انها دير التوعية للمغاربة واختارت على انهم طلب منهم يجلسوا في ديورهم فاش كان الحجر الصحي والثاني، راه استعملت وسائل التواصل الاجتماعي، ونهار والمغاربة كلهم تجندوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باش يحاربوا الإشاعة والأخبار الكاذبة وباش يديروا التضامن بيناتهم ويوصلوا الخبر الصحيح وباش يعاونوا بعضياتهم. إذا ما يمكنش اليوم للمغربي هو لاصق بالهاتف ديالو نجي نقول له لا هذا النقاش ماشي ضرورة وماشي ضروره نناقش الان، والمغربي ما لاقي ما ياكل، وشحال فقدنا ديال مناصب الشغل، قالوا اكثر من 250 الف اللي فقدنا وحنا غادي نفقدوا اكثر، واش مازال نذكروا على تقاعد البرلمانيين، ومازال نذكروا على تقاعد الوزراء، واش مازال من المعقول على انه يبقى والوزير ياخذ التقاعد ديالو؟ هذا وزير كان هذه 20 عام 30 عام وتياخذ تقاعد لحد الساعه ديال الوزاره، واش معقوله هذا الامر؟ غير معقول. واش من المعقول انه رئيس حكومه سابق ياخذ 9 مليون على التقاعد ديالو؟ غير معقول. خصنا نراجعوا هذا الشيء، راه ماشي عيب نكونوا خدينا واحد القرار في واحد اللحظه في واحد الكونتكست معين في واحد السياق معين في واحد الحاله معينه، واليوم نقولوا ستوب هذا الشيء ما خصوش يستمر وهذا الشيء ما خصوش يستمر. راه ما يمكنش نستمروا نعطيو للمغاربه نعطيو للسياسيين فلوس ولا تعويضات نتيجه ممارستهم للسياسه أو لا نتيجة نهاية مدة تمثيليتهم السياسية. ما يمكنش من غير هذا الشيء يا أستاذ الزميل العزيز، راه كاينه مؤسسات أخرى تتعطي التقاعد واللي خصنا نراجعوها حتى هي تعدد التعويضات. راه ما يمكنش تكون رئيس مجلس المدينة وبرلماني نائب رئيس مجلس النواب نائب رئيس مجلس النواب أو لا رئيس لجنة أو لا عضو في المكتب ولا تكون رئيس جماعة، تعدد المهام وتعدد التعويضات. راه تعدد المهام شنو تعني؟ تعني تعدد التعويضات، بمعنى التعويضات الشهريه، بمعنى تعويضات المازوت، تعويضات الهاتف، تعويضات التنقل. هادشي راه بزاف، هذا راه المنكر، هذا اولا المنكر. وهذا شنو تعني؟ تعني ان السياسه فقدات الهدف النبيل ديالها. واش كاين غير انا اللي نكون نائب مستشاره جماعيه، عضوة جهة معينه، نائبه برلمانيه، رئيسه لجنه؟ ما يمكنش بزاف. بمعنى اما هذا الحزب عنده عقم في انتاج النخب ديالو، اما هذه البلاد كامله عندها عقم في استقطاب المغاربه يمارسوا السياسه. وهنا حنا تناقشوا القوانين الانتخابيه، خاص دار حالات التنافي، وخصنا نطوروا مساله ديال حالات التنافي، لانه ما يمكن ليناش نستمروا ما نعتبروا السياسه وسيله لتحسين وضعيتنا الاجتماعيه والماديه اساسا. ماشي خصنا نحسنوا الوضعيه الاجتماعيه والماديه ديال المغاربه، ماشي ديالنا كاشخاص، خصنا المغاربه اللي خصها تحسن وضعيتهم الاجتماعيه. الاصل هو انك فاش دخلتي عطيتي واحد التصريح بالممتلكات خصك تخرج بنفس التصريح بالممتلكات، اما الا دخلتي في شكل وخرجتي في شكل
راه بصح نيت المغاربه غيقولوا كيف واش هاد السياسات ربحوا موراها الفلوس، الا كنا تربحوا موراها الفلوس اجي كنا نترشحوا في الانتخابات واجي كذا واجي كذا، وما غيبقاش واحد المعنى نبيل للممارسه السياسيه. واخا نبعدوا على البرلمان ونجيو للحنان، حنان شخصيه مثيره للجدل في فيسبوك وكذا، سواء على المستوى السياسي او النقابي، يعني مجموعه من الزملاء تياخذوا على حنان مجموعه من الاخرس. بغيت نسول انا اشني الوصفه السحريه اللي تتعامل مع بها حنان ريحان مع هاد الانتقادات؟ انا بالنسبه لي تنقبل النقد، انا بالنسبه لي تنقبل النقد بشكل كبير جدا، تنعتبر بان السلطه اللي السلطه انني متحمله مسؤوليه داخل مجموعه من التنظيمات، وهذه المسؤوليه ما تتعنيش انني معصومه من الخطا، انا لست معصومه من الخطا ولست ملاكا، انا انسان كباقي الانسان، اخطا وعندما اخطئ اعتذر، وعندما توجه لي يخجد لي النقد البناء لما فيش سب وقذف أقبله على الراس والعين، لأنه ما يمكنش نكون تمارس السياسة دون أن أقبل النقد ودون أن أقبل التوجيه ودون أن أقبل النصيحة. ماشي درم بارد، لأن الدم البارد بمعنى لا أكتريت، أنا أكتريت ويهمني رأي المغاربة ويهمني متهمني ملاحظاتهم، وتهمني حتى أنهم إذا كانوا شديدين عليا فمن محبتهم، وإذا كانوا قويين عليا فمن محبتي، بمعنى أن النقد مقبول مزيان. والسياسي الذي لا ينصت جيدا والذي لا يستوعب جيدا ما يقال له، أنا أظن أنه فاشل. راه خصنا نكونوا ماشي صدرنا واسع، خصنا يكون صدرنا واسع وقلبنا واسع، وخصنا نكونوا قادرين على أننا نتصنتوا مزيان. شوف اللي تيضربك وتنصحك راه تيبغيك، وخا تكون الضربه قاصحه. هناك من يقول ان حنان رحاب امراه حديديه داخل النقابه الوطنيه للصحافه المغرب. انا تعلمت واحد الحاجه في حياتي، لقيت اللي تنشد شي مهمه وتنخدم عليها باش نوصلها، خصني ادي المهمه الى ابعد حد. انا لست امراه طلعت على ظهر راجل، ولست امراه تنتظر دعم رجل لتصل الى المهمه اللي فيها، انا امراه تنكحفر كما تيقولوا المغاربه، تنخدم تندير اليومي. اليوم شنو هو؟ وانني تنسمع المشاكل ديال الصحفيين وتنقدم لهم الخدمات ديالهم وتندق عليهم وتنشتغل معاهم، وهذا الشيء اللي خصنا نديرو. وما خصني نتواضع، بمعنى تنخدم تنكحفر، نمشي مع المفتشيه الشغل، نمشي مع العمل ديالو، نعاونو الى جا شي استفسار الخدم، هذا الشيء كله خصو يدير. كيفاش امراه حديديه؟ الفرق لان الرجال تيمارسوا السياسه والعمل النقابي وتعتبروا النساء تابعات، انا لست تابعه لاي كان، انا بالنسبه لي تندير المهمه ديالي كيف ما تربيت عليها داخل حزبي، وكيف ما تربيت عليها داخل النقابه ديالي، وكيف ما تربيت عليها اولا واخيرا في شخصيتي داخل البيت ديالي. وتنقول لك دابا انا اليوم برلمانيه، غدا ماشي برلمانيه عادي، عندي الامر عادي وبسيط، يمكن لك تطلب شهاده الزملاء، ما زلت تنمشي للنقابه ونمشي نجلس معاهم ونعاونهم وندير معاهم الوقفات الاحتجاجيه هذا واجبي، هذا واجبي، لان بهم باش انا وبثقتهم باش انا عضو المكتب الوطني للنقابه، عضو المكتب التنفيذي للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه. سميني امراه حديديه، امراه من الزنق، امراه من التراب، امراه من حجر، ما لا يهمني هاد التصنيفات، ما يهمني هو انه تلومني إلا تغيرت عليك، ولا بدلت السنحة ديالي، ولا بدلت الفيستا ديالي، نفس الفيستا، نفس الشكل، نفس الطريقة، نفس كذا، كيف ما تيقولوا المغاربة، والمغاربة الأولين كانوا ذكيين جدا، الله يخلينا في صباغتنا، وحنا غادي نبقاو في صباغتنا، باقيين تنمشيو على رجلنا ونمشيو في الطوبيس، وباقيين تنتحركوا، باقيين نخدموك، نمشيو للمقر، نسيقوا، نديروا كل شيء، هذا داخل في العمل ديالي، لا دواء داخل الحزب، لا داخل النقابة. حنان رحاب ثلاث أسماء لثلاث وزراء في أقل من دقيقة. نبداو بالمرحوم عبد الرحمن اليوسفي. أستاذ وقائد وزعيم وطني كبير جدا. دريجتو. لا أعرفه جيدا. السي عبد الإله بن كيران. أفسد السياسة بقفشاته الشعبوية. شكرا رحاب، شكرا مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.